خلينا نقول يا هدي قدي ختامنا لازم يكون مسك، خاصة اليوم مع إرادة النساء السوريات وبهي الظروف الصعبة وهي الضغوطات المادية والنفسية اللي عم بتكون علينا كلنا على حد سواء. اليوم قدي من المهم أنه المرأة تدور على مصدر دخل مناسب ويناسب قديش عندها يمكن أفكار وخيال وإبداع تستمتع وبنفس الوقت يكون مصدر دخل لها، خاصة إذا صنع هذا المشروع من حب ومن تفاني. أكيد اليوم ما بنسمع أنه مشاريع الهاند ميد كتير موجودة ومثل ما ذكرتي عم تحقق فائدة مادية كتير كبيرة للسيدات، السيدات السوريات يلي دايما موهوبين ومبدعين بمجالاتهم. اليوم من هي المشاريع رح نحكي عن مشروع صنع بكل حب وأيضا سمي بصمة حب. المشروع بيكون لصبية تحدد كل الظروف بكل أشكالها المجتمعية والمادية، وأكيد عملت بصمة خاصة لها لتكون من النساء الرواد بهذا المجال وتطور الموضوع أكيد ليكون مساعدة للعديد من المحتاجين لحتى يبلشوا من جديد. خلونا نرحب سوا بضيفتنا شيرين الطباعي. يسعد صباحك. صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا شيرين، خبرينا عن مشروعك اللي اسمه هو كتير مميز، وقبل ما نعرف عن التفاصيل خلينا نعرف بشكل عام أنت فكرتي بهي الفكرة وعلى شو مبنية؟ بدأت بهذا المشروع من سنة ونص تقريبا. حبيت هذا المشروع لأنه أنا كنت أرسم من وقت ما كنت بالإعدادي تقريبا. نعم. أيوة. وبعدين طورت الرسم وصرت شارك بمعارض رسم كثير بحمص، من الرسم طورت للخط ومن الخط صرت بالأعمال اليدوية وصرت شارك ببازارات كثير بحمص. تمام. كتير حلو. ذكرتي انه مبلشه من سنه ونص، ويمكن دائما بالبدايات ببدايه اي مشروع او فكره بيكون في صعوبات او تحديات بتواجه الاشخاص يلي عندهم هذا المشروع، خلينا نوضح شو هي الصعوبات يلي واجهتك اليوم بمشروعك. واجهتنا شوي فكره التسويق. واجهتنا شوي انه ما كنت كثير بعرف بالرسم كشغلات، انه مثلا بالخط الأدوات مثلا الألوان إنه هذول بيستخدمها مثلا للخشب، هذول بيستخدمها للقماش، هذول بيستخدمها مثلا للزجاج. نعم. اليوم لما بنحكي عن هذا التدرج طبعا شيرين اللي سمعنا من حضرتك انه نحن انت بلشتي يمكن بفكره صغيره اتبعتي بازارات واتبعتي معارض، يعني هذا التعب ما اجى فجاه، هو ثمره اللي يمكن تراتبيه وصلتي لها حضرتك. من خلال هي التراتبيه شو حسيتي اكثر شيء بهمهم الناس واكثر شيء بيرغبوا اليوم انه يحصلوا عليه من الهاند ميد؟ تمام. انا بحب الهاند ميد كثير. هلا الماما هي بترسم وكتير رسمه حلو وهي خطاطه كمان، فانا اخذت هذا الفن منها. حلو. والبابا كتير بحسه انه هو الشاطر بحسه انه هو قدوته، يعني مشروعه كتير ناجح كتير معروف بحمص، فهو بدا من الصفر ووصل شيء كتير كبير، سائله اسم بحمص بمحافظات السوري، فانا بقتدي فيه انه انا تعلمت منه كتير شغلات. الله يخلي لك والدك. يعني نحن عم نتابع عبر الشاشه العديد من منتوجاتك ومن شغلك ايضا، خلينا نوضح شو هي الادوات اللي عم تستخدميها اليوم. هلا انا بشتغل بالهاند ميد كافي، كل شيء بيتعلق بالرسم، كل شيء بيتعلق بالخط، كل شيء بيتعلق بالتنسيق، الهدايا، ريزين، سيراميك، تصنيع بوكسات، هو حتى انا بصنعن، يعني حتى البوكسات انا بصنعن، ورد بكل انواعه. حلو. طيب اليوم قلتي لنا يمكن بتشتغلي على التواصي وعلى الطلب، اليوم السبب ممكن مثل ما قلتي ما يكون في تسويق كبير للمنتجات انه احنا نشتغل ونحط على جنب لحتى نشارك ممكن ببازار معين، او ممكن سياسه العمل حسب الطلب وحسب رغبه الزبائن اليوم هي بتوفر عليك اي نوع خساره؟ هلا انا ما كثير بحفز للصراحه انه انا اشتغل شيء وحطه، لانه نحن اليوم بارض الواقع كل شهر او كل فتره بيكون في ترند لشيء جديد، فانا بلحق السوق انه شو اليوم شو الشيء اللي حابينه الناس، انا بنزل عليه وعلى اساس الحب الناس انا بشتغل عليه. اليوم شو اكثر شيء حاببته الناس؟ شيرين خبري. الخط العربي. طيب ومن محبه الناس خلينا نروح انت كمان، شو بتحبي تشتغلي اليوم؟ نتعرف عنك اكثر وشو هو اكثر شيء بينطلب منك اليوم تشتغلي فيه؟ بينطلب مني اكثر شيء، هلا ما في شيء محدد، كل شيء بينطلب مني يعني للصراحه. انت شو بتحبي تشتغلي؟ انا بحب اكثر شيء انه اشتغل بالخط العربي. الخط العربي.
ويمكن من فتره الفرح كنا عم نحتفل باللغه العربيه، كان في عندك هيك رسومات معينه او جديده بهي المناسبه؟ كان في عندك مشغولات جديده؟ ايوه شاركت بمعارض رسم. حلو، خبرينا اكثر عن مشاركتك. شاركت بمعرض رسم دمجت بين المانديلا والخط العربي. بتحبي انه يتطور مشروعك؟ لوين بتحبي توصلي اليوم شيرين؟ بتحبي انه تعلمي زملائك رفقاتك لحتى يمكن يكبر هذا المشروع؟ ممكن تعملوا محل، ممكن يكون المشروع اكبر من ما نحن بنفكر. هلا انا كنت كثير بفكر انه اعمل محل خاص فيني او شيء، بس هذا بيتطلب كثير جهد وبده كثير وقت وبده كثير تمويل، فانا انه ماشي بهذا الطريق، بس انه لشيء انه وصل له اكثر انا ما بحفز هذا المشروع. طيب خلينا نحكي عن البازارات اليوم، كيف بيتم التحضير لها؟ كيف بيتم التجهيز اليوم لعرض المنتجات؟ هلا وقت بعرف انه بيكون في بازار بيقولوا لنا قبل بفتره، وقت بيقولوا لنا قبل بفتره فانا بجهز، يعني خلال شهر بكون انا مخلصه كل شيء، بشتغل كرمال هذا البازار. الشيء الحلو شيرين انه عرفنا انه عندك مشروع اخر غير هذا المشروع، هو مشروع غير ربحي، الهدف منه مساعده الناس وانك توقفي جنبه. مثل ما قلنا الظروف صعبه والحياه الاقتصاديه للاسف صارت كثير اليوم صعبه على الناس. خبرينا اكثر عن تفاصيل هذا المشروع وشو هي الفئات اللي توجهتي لها. انا وقت بدات مشروعي كانت فكره التسويق شوي صعبه لإلي، فبعد وقت انا تطورت كثير بالهاند ميد وصار في لي كثير بصمه خاصه بحمص وبغير محافظات كمان، فحسيت فكره التسويق اليوم كثير مهمه، فعملت جروب بيشمل التسويق والتصميم والتصوير كمان، انه انا بشتغل بالجرافيك ديزاين وبشتغل بالتصوير الفوتوغراف، وعندي فكره بسيطه شوي عن التسويق، فحبيت ادمج بين التصوير والتصوير والتصميم. حلو. وبساعد الناس بشيء غير ربحي. الله يعطيك العافية. يعني بالنسبة لهذا الشغل بنعرف انه اكيد رح يكون في مردود مادي، ولكن بنفس الوقت اكيد في اليوم شيء ممكن تفريغ طاقة للسيدات. اليوم شو بتعطي هيك نصائح للسيدات، لكل حدا عم يتابعنا وحابب يمكن يفتح مشروعه الخاص؟ هلا هو اي الخطوة الاولى هي بتكون دائما صعبة، بس اذا الواحد كان في ارادة في اسراف فما في شيء صعب. انا وقت بدأت مشروع بدأت من تحت الصفر، بس بدأت ب هو المهارة ما دائما يعني كافي، في شغلات غير انه النجاح بالموهبه او النجاح بالمشروع، في مثلا مهارات التواصل كثير مهمه، فن الاقناع، لغه الجسد، في كثير شغلات انه بتخلي المشروع انه ينجح اكثر من انه الموهبه لحالها، بس الموهبه لحالها ما بتكفي. مو كافيه اكيد. خلينا نعرف شويه تفاصيل عنك شيرين بشكل اكبر، حضرتك شو دراستك؟ خاصه انه عم تتوجهي لكل شيء في فن، لكل شيء في لمسه انثويه كثير مميزه من الجرافيك للتصوير وحتى الهاند ميد اللي شفناها، فخلينا نعرف اكثر تفاصيل عنك، تفاصيل عن حياتك. انا دارسي خلصت معهد التجاره سنتين وعم بدرس هلا على الافتراضيه سنه ثالثه، بس بعتبر انا حالي انه كمشروع هاند ميد بعتبر من المشاريع الناجحه، لان انا دارسي تجاره واقتصاد، فانا بعمل يومين وقت بدات بمشروع عمل جدوى اقتصادي، ما بدات بشكل عشوائي ابدا. أنا يومياً بعمل جرد يومي، جرد أسبوعي، جرد شهري، جرد سنوي، حتى أعرف الربح، الخسارة، الإيراد، المصاريف، هدول القصص كلها. يعني عم نتابع تصاميم فرح وأفكار كتير غريبة وحلوة، ويمكن اليوم مطلوبة بنسبة كبيرة. اليوم من نين تستوحي هي التصاميم؟ إن كانت من الإنترنت أو على أرض الواقع ممكن تشوفي قطعة معينة وتشتغليها نفسها؟ هل انا دائما ما بحفز ابدا الشيء التقليدي. دائما يعني انا سميت المشروع بصمه حب، لانه بحب الشيء اللي بيكون بيعطي بصمه عن جد. باخذ افكار من مواقع اجنبيه، بشوف شيء على ارض الواقع بتعلم منه، بس ما بقلده بشكل نفسه حرفيا، بعطي بصمته الخاصه فيه. هي احلى شيء انه نحن ما يكون التقليد تماما نسخ، خلينا نقول لا، هو دائما في بصمه حلوه للسيده بتحب تحطها باعمالها. لكل صبيه اليوم حابه انها تتعلم وحابه يكون عندها مشروع خاص، سواء بالهاند ميد او باي مشروع ممكن تقوم فيه، شو بتحبي تنصحيها؟ هلا ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، طالما الاراده موجوده، طالما في اهداف حاطه هدف ببالها، هو اكيد الواحد بيوصل، بس انه يحط اهداف، يحط خطه، يحط جدوى اقتصاديه، يبدا من شيء بسيط بيوصل. هلا انا وقت بدات بشيء ووصلت لشيء. كنت شو بلشتي خبرينا؟
بدأت إنه أعطي دروس خصوصي، أعطيت بأكثر من مركز بحمص نشاطات للأطفال، صار في مردود مادة بسيط، بدأت من مردود المادة بالنشاطات للأطفال بدأت بالهاند ميد، من الهاند ميد جبت كاميرا، من الكاميرا عم جدد مشاريع جديدة. قديش اليوم شغل الهاند ميد بيتطلب كتير يمكن من الجهد والوقت؟ خلينا نوضح قدي ممكن تقعدي لحتى تنجزي أي قطعة اليوم، قدي بتاخد معك وقت أو جهد؟ هلأ بياخد معي دائما وقت كتير كبير، بس أنا بشتغل بالقطع بحط قلبي فيها، يعني إذا كان فيها صغرة صغيرة ما ظبطت الوقت بعيدة كلها، يعني إذا كان في هيك شغلي صغير ما ظبطت أنا بعيد القطعة كلها، المهم ترضي العميل. بالنسبة للأدوات اللي بتستخدميها، هل تطورت معك الأدوات مع تطور المشاريع ومع زيادة يمكن تفاصيل العمل؟ إيه تماماً، أنا وقت بدأت بشيء صغير ووصلت لشغلات كبيرة. يمكن بداية حديثنا معك ذكرنا اليوم في مشاريع كثيرة موجودة على أرض الواقع، كثير من الصبايا عم تتوجه لهي المشاريع، خلينا اليوم نوضح شو هو اللي بيميز مشروعك. هلا سبحان الله انه كل واحد له بصمه، يعني وقت بنشارك بالبازار دائما بيكون له قبول، يعني مثلا في كثير عالم بتكون مشتغله مثلي بس انا بكون له شيء خاص، يعني مثلا وقت في كثير عالم ناجحه في كثير عالم اميز منها، بس انا مثلا بيميزنا طريقه التعامل، يمكن طريقه التسويق، طريقه التصوير، طريقه مثلا الاسعار مثلا، فكل هذا بيلعب دور، انه في ناس عم اقول لك احسن مني بس في شغلات انه انا يعني معايير عليا متميزه فيها عن غيري. حبيت فكره انه انت حتى فكره الاسعار فهي مدروسه، لانه للاسف اليوم اي منتج عم بيكون هاند ميد فدائما الفكره الاولى يلي بتكون موجوده انه لازم يكون سعره غالي، شو مدى صحه هذا الشيء شيرين؟ انا بعمل دائما انه بشوف البيئه المنافسه لي، بشوف المحيط دائما، بشوف السوق هو شو عم ينطلب بالسوق، بشوف انه هذا كثير عم ينطلب، فانا بشوف السوق شو عم ينطلب، مثلا مطلوب هاي القطعه فانا بنزل من سعر السوق كل ما يصير عند الطلب إليه، لان عنده قناعه بيع كثير وربح قليل. حلوه هاي الفكره اكيد، والواضح يمكن من شغلك ما بتوقفي عند شيء معين، يعني عم نشوف كثير من المنتجات لحضرتك ان كانت لوحات ان كانت بوكي ورد او ماجات، امور كثير اليوم هي الافكار قد ايه حلوه اليوم تكون متجدده دائما. هلا يعني ما بتوقفي عند شيء معين انه خلص بس انا بتبع نمط اللوحات او بتبع نمط معين، لا انا عم بتبع اكثر من نمط. هلا انا كل يوم في شيء جديد، كل مرة بطالع فكرة جديدة، بطالع شيء جديد انه يكون في شيء اميز عن اللي قبله، هلا كل بازار بشارك فيه بكون احسن من اللي قبله، دائما انه بطمح للافضل. ما انه عم نحكي عن الطموح، طموحك البعيد شيرين خبرينا شو ممكن يكون؟ هل اذا بعض السيدات طلبت منك تعمليهم ممكن دورات مساعدة بالهاند ميد وتعلميهم تفاصيل العمل، شو مدى قبولك لهذا الشيء؟ هلا انا دائما تحت لي كثير فرص ان اكون شراكه مع حدا او مثلا يفتح معي مشروع انه مثلا من الشغل منهم التمويل او العكس، بس انا للصراحه انه انا ما بحب شارك حدا، بحب كون انه شغلي خاص فيني لحالي. نعم، انه بتميز فيه. هلا انا بساعد كثير عالم، بعمل كورسات اونلاين، بس انه تشارك مع حدا ما بتحبي الشغل الجماعي اليوم، بتحبي انه تشتغلي بشكل فردي، برأيك هذا الشيء أفضل أم لا؟ إذا كنا يمكن اليوم ضمن جماعة ممكن أن أنجز بشكل أكثر. هلأ أنا بشارك مع، يعني بعمل بشكل جماعي بس بيكون لإلون، أما أنا كشيء خاص فينا أنه يكون حدا معي ما بحب. تمام. طيب أحلامك البعيدة خبرينا عنها شيرين بختام حلقتنا لليوم، وشو بتحبي توجهي اليوم نصائح لهدول الصبايا يمكن اللي عندهم طاقات وعندهم أحلام لكن مو عارفين كيف يبلشوا بالخطوة الأولى يلي هي دائما بتكون يمكن الأصعب بالنسبة للصبايا؟ هلا وقت الواحد قلت لك قد الواحد يبدا، يعني انا بطموحي لقدام انه افتح شغل خاص بيني، ما ضروري بالهاند ميد، ممكن اطور حالي بالتصوير او بالجرافيك ديزاين او مثلا افتح مركز اطفال، او انا بعطي كمان بالدعم النفسي والارشاد النفسي وهيك، فما ضروري ان الهاند ميد لحالي مستحيل انه اقدر لحالي، فيمكن المشاريع الثانيه اقدر اكون لحالي فيها فبحفزها.
وقت الواحد يبدا انه لازم، هي الخطوه الاولى هي اصعب شيء، بس الواحد بيكون في اراده، بيكون في اصرار، بيكون في نجاح، بيكون في ثقه بالنفس كثير بتساعد لنجاح اي مشروع. اكيد يا شيرين، يعني اي مشروع اليوم هو ناجح على ارض الواقع اكيد مر بمراحل صعبه وكان بفكره كثير بسيطه، ولكن مثل ما ذكرت يمكن بشويه دعم بشويه اصرار هذا المشروع اكيد صار افضل. بنشكر وجودك معنا لليوم. الله يسلمك يا رب. كثير موفقه شيرين بكل شيء جديد وبايام الجاية، بنتمنى لك سنة حلوة. شكرا لك.